أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأنتم تستعدون لتجاوز الاختبارات النهائية لهذا العام الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ها نحن نلتقي اليوم مجددا كي نسلط الأضواء على بعض التفاصيل في مادة اللغة العربية، وسنوجه دفة النقاش باتجاه أدب القضايا الوطنية والقومية. ولكن قبل أن نبدأ باسمكم جميعا، نرحب بضيوفي الأعزاء الموجهة الاختصاصية في ريف دمشق، الأنسة ريم رابع. أهلا وسهلا أنسة ريم. وأيضا نرحب بالأستاذ نعيم الطويل، مدرس في محافظة ريف دمشق. كذلك الترحيب موصول للأستاذ سامر الشيخ، مدرس في محافظة ريف دمشق. أهلا وسهلا بكم، ونحن دائما وأبدا نشكر يعني أي تفاعل يخدم الطلبة وأي تلبية للندوات من حضراتكم. بداية زملائي، نريد يعني أن ندخل إلى محور هذه الندوة. نحن نعلم بأن الوحدات متنوعة، قلنا لنكرس الجهود إلى الوحدة الأولى، لكن أيضا نريد أن نسلط الضوء حتى على بعض التفاصيل في يعني المادة، وخاصة ما يختص بمادة التعبير، كي نقدم جزءا من الفائدة لأبنائنا الطلبة. أستاذ نعيم، يعني الطالب يدرك والزملاء أيضا يدركون بأن هناك يعني درس للقراءة التمهيدية دائما وأبدا ينظر إليه الطالب في حالة حيرة، ماذا سأفعل بهذا الدرس، كيف سأتعامل معه، إذا قمت بالاستغناء عنه هل يؤثر ذلك سلبا على يعني دراستي للوحدة، أم هناك فائدة ما من هذا الدرس؟ نحن نعلم أن درس قراءة المطالعة له خصوصية، أما درس القراءة التمهيدية الطالب يدخل في حالة صراع، أقرأ لا أقرأ، هل هناك فائدة ليس هناك فائدة؟ حبذا أن تقدم شيئا من النصائح لأبنائنا الطلبة، وأيضا نسلط الضوء على ما يختص بنص قراءة يعني القراءة التمهيدية في الوحدة الأولى. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتمنى الفائدة لطلابنا الأعزاء. بداية، نحن في منهاجنا للغة العربية في الثالث الثانوي، سواء كان بفرع العلمي أم الأدبي، يبتدئ بوحدة هي أدب القضايا الوطنية والقومية. هذا المفهوم للأدب الوطني والقومي ما كان العرب يعرفونه قبل، كان عبارة عن مجموعة من المشاعر تنتاب أولئك الشعراء نخوة أو حمية أو رفضا لظلم أو لاستغلال أو لشيء يشوب حالة العرب في ذلك الوقت. لكن هذا الأمر ما تبلور حقيقة إلى القرن التاسع عشر، وظهر أول ما ظهر عند أدباء مصر والعراق والشام الذين ثاروا على الظلم، وخاصة ما لحق بالبلاد العربية في عهد الاحتلال العثماني. ولعل أول صرخة قومية سمعها العرب هي البائية التي قالها الشاعر إبراهيم اليازجي: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب، بالله يا قومنا هبوا لشأنكم، فكم تناديكم الأشعار والخطب، ألستم من سطوا في الأرض واقتحموا، شرقا وغربا وعزوا أينما ذهبوا. هذه البائية المشهورة لليازجي، وقصائد أخرى لمعروف الرصافي وجميل صدق الزهاوي، كانت أول فاتحة أو أول باكورة للشعر القومي. ثم تلا بعد ذلك أدب وطني تزامن مع دخول المستعمر الغربي بعد زوال الاحتلال العثماني إلى البلاد العربية، وما رافقه من ثورات ضد هذا المستعمر الغربي الغاشم الذي احتل البلاد وحور المعاهدات وسيطر على الثروات. فكان أيضا الأدب الوطني الذي وقف بوجه المستعمر الغربي الداخلي. شكرا أستاذ نعيم. يعني الآن يعني كانت حلقة الحوار، أريد يعني أيضا أن يطمئن الطالب
درس القراءة التمهيدية ماذا سيستفيد منه؟ يعني الأستاذ نعيم وضع اليد على بعض النقاط في أدب القضايا الوطنية والقومية. يعني أن سليم يعني إن لم يقرأ، لنتخيل إن لم يقرأ الطالب هذا الدرس، نحن نقول دائما وأبدا الدرس يوظف ربما في أسئلة امتحانية، من ضمن الأسئلة التي تندرج في الاختيار من متعدد الكتلة الأولى، لكن ولنفترض أن الطالب لم يقرأ هذا الدرس، هل هناك انعكاسات سلبية على الطالب بالنسبة لمادة التعبير، بالنسبة لفهم أيضا القصائد؟ يعني لو لم يقرأ الطالب هذه التفاصيل التي بدأ الأستاذ نعيم بذكرها وبدأ بالدخول أن هناك قضية قومية وهناك أيضا قضية وطنية، وهذه تزامنت مع مرحلة تاريخية وهذه تزامنت مع مرحلة تاريخية، نفترض جدلا أنه لم يفعل ذلك. لم يفعل ذلك، نعم. درس القراءة التمهيدية هو بداية الوحدة وهو مفتاح هذه الوحدة، والطالب إذا ما أراد أن يتناول نصوص هذه الوحدة بشيء من المصداقية، بشيء من الفهم، من التعمق، من أن تكون لديه قاعدة ينطلق منها لمناقشة القضايا، لابد لديه منه أن ينطلق من دراسة هذا الدرس وتمعن معاني وتفهم معاني وفهم الخصائص والمراحل الزمنية، كل شيء له درجة، كل شيء له ليس درجة بامتحان المطلق، كل شيء له فائدة. فهو بداية الدرس هو مفتاح الوحدة، هو القاعدة التي ينطلق منها الطالب لفهم بقية نصوص هذه الوحدة. إذا هو شيء أساسي لا يمكن له الاستغناء عنه. حتى في موضوع التعبير، يعني الكثير من الطلاب يقول ماذا نكتب مقدمة، ماذا نفعل، كيف من أين نأتي بالمناقشة بالفكر؟ عليك يا بني أن تلتجئ إلى القراءة التمهيدية، إنها خير مكان مسقط منه المقدمة وأيضا الخاتمة، ومنه نأخذ فكر لمناقشة أفكار موضوع التعبير الإجباري الأدبي الذي هو جل علامات الطالب تذهب عليه. فهو إذا القراءة التمهيدية إضافة إلى ما تفضلت به حضرتك أنها هناك درجات من أسئلة متعدد بالكتلة الأولى من الأسئلة، تفيد أيضا في تشكيل قاعدة لغوية، قاعدة مفاهيم، قاعدة معاني ينطلق منها الطالب في دراسة الموضوع الأدبي الذي هو خاتمة هذه الوحدة. إذا نحن نقرأ القراءة التمهيدية، من اسمها تمهيدية، بمعنى نهيئ أذهاننا إلى ما سنتناوله في هذه الوحدة، مثلا قضايا وطنية وقومية بعد أن تعرفنا مع حضرتك إلى معنى المفهوم الأدب الوطني والأدب القومي. عندها يستطيع الطالب أن يميز بين القضايا الوطنية التي تناولها جميل صدق الزهاوي بحتى ما تغفلوا، ومنه انطلق عمر أبو ريشة إلى قضية وطنية بحتة. هنا يفرق الطالب بين هذه القصيدة أو تلك. إذن القومي مع الوطني. نعم، سند إلى مفاهيم عندما أقول وطني عما أتحدث، عندما أقول قومي عما أتحدث، ومنه ينطلق إلى أدب أيضا الأدب القضية الفلسطينية ما قبل الوحدة، ما قبل النكبة وبعدها والتفاؤل الثوري، ويعرف ما هي المواضيع التي تحدثت عنها كل مرحلة، وكيف أن مثلا قصيدة الجسر تمثل مرحلة ما بعد النكبة وهي التفاؤل والإيمان بالعودة وتحدي الصهاينة لكي يعودوا إلى فلسطين إن شاء الله. فنقول هي مرحلة لا يمكن تجاوزها لا من قبل الطالب ولا من قبل المدرس، عليهم أن يفهموها، أن يعوها، لا أن يحفظوها بصما، هي مرتكزات مفاهيم عامة لكنها معينة جدا، مع أنه قد يطلب منا حفظ بعض النقاط، يعني حفظ بشكل ليس بصم لكن بشكل نوعا ما دقيق لكي تطبق كخصائص أدب اجتماعي أو وطني أو قومي. إذن هي قاعدة أساسية لابد لنا أن نتناولها بشيء من التعمق. نريد أن نخف الطالب درس القراءة، نعم، هو عبارة عن مفهوم للوحدة بشكل عام. فمثلا وهذا التسلسل المنطقي في درس القراءة التمهيدية في الوحدة الأولى، نرى بأن الأدب القومي هو ما يخص القضية قبل الاحتلال العثماني، فالقصيدة الأولى حتى ما تقفل تنتمي إلى الأدب القومي. بالنسبة للأدب الوطني، هو الأدب الوطني ما يمثله سوريا والاستعمار الفرنسي، وعندما خرج الاستعمار الفرنسي واستقلال سوريا، هذا ما يمثل الأدب الوطني. أدب انتصارات تشرين، وهذا ما يمثل الأدب القومي الوطني بسبب اشتراك الوطن العربي بمعركة تشرين التحريرية كسوريا ومصر. وأيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، أن يعرف ما هي المرحلة التي تنتمي إليها القصيدة فقط، أن هي عبارة عن مفاهيم يهتم بها الطالب لمعرفة مضمون الوحدة بشكل عام، وتسليط الضوء على بعض الأسئلة البسيطة التي تأتي من خلال الفهم فقط وليس الحفظ. إذن الطالب لا موجب للقلق عندما نقول قراءة تمهيدية ربما توظف في يعني الامتحان النهائي، لأن حالة التوظيف تتبع إلى الفهم العام. نعم، كما ذكر الأستاذ سامر أحيانا ربما يأتي أن هذه القصيدة تنتمي إلى أدب قضية وطنية قومية، يعني تصنف بضمن الاختيار من المتعدد، فهو يدرك بأن
قصيدة الزهاوي يعني يصنفها ضمن أدب القضايا القومية قصيدة وهكذا. إذن أحيانا حتى في بعض نصوص القراءة بالوحدات الأخرى يوظف سمات، يوظف مثلا انتماء شعراء إلى ما هنالك، يعني لا نريد من الطالب أن يحفظ هذا النص التمهيدي عن ظاهر قلب وكأنه يعني بخصوصية قراءة المطالعة. نريد منه أن يقرأ هذا النص بشكل كامل فتتكون لديه هالة عن هذه الوحدة، فيصبح في حالة إدراك حتى للتسلسل التاريخي عندما يقول إذن بدأت الوحدة بحالة قومية أيام العثمانيين، تدرجت إلى فكرة المستعمر الغربي كما تفضلت. بعد ذلك ربط القصيدة بماذا؟ بدرس قراءة. نعم بالضبط بالضبط. عندما نبدأ بالتسلسل المنطقي لأي دراسة نص أدبي أن نربط ذلك النص الأدبي بدرس القراءة. حتى أستاذ سامر يعني الطالب عليه أن يدرك يعني نسب القصيدة إلى مرحلتها التاريخية. يصبح هناك ربط منطقي بين القصائد عندما انتقل الطالب من فكرة القضايا القومية وبدأنا معه من مرحلة محددة تختص بالاحتلال العثماني، تدرجت يعني فينا نقول المفاهيم لديه إلى فكرة الاستعمار الغربي والنصر الذي أحرزه أبناء الشعب السوري على المستعمر الفرنسي. ثم جاءت المرحلة التاريخية التي تلي بعد ذلك بعد نكسة حزيران. نعم جاء انتصار تشرين، وكان هناك أيضا تسليط للضوء على القضية الفلسطينية لأنها قضية قومية دائما وأبدا نقول، ولكن تناول هذه القصيدة شاعر من أبناء فلسطين فهو يتكلم ضمن القصيدة، هي قصيدة وطنية لكن عندما تطرح بضمن إطارها العام نحن نقول الهدف الأساسي نحن في ضمن المفهوم القومي. شكرا يعني لكم، يعني هذا ما يعني نريد أن يعرفه الطالب ويدرك. وتدخلت يعني المعلومات حتى الآن سراب قالت هناك مرتكز أساسي في التعبير. أستاذ نعيم يعني الطالب حتى في التعبير إذا ما ربط هذه الأمور يصبح لديه يعني التعامل مع موضوع التعبير أيضا ممنهجا، فأحيانا لا يدرك هو أنه ماذا سأستفيد من هذا المنهج الذي أصبح لديه. وإن كان حتى موضوع التعبير في الامتحانات النهائية دائما وأبدا هناك حالة من التسلسل، لا يجوز أن أبدأ مثلا على سبيل المثال بتشرين ثم أعود إلى القضايا القومية، يعني هو يدرك بأن موضوع التعبير حتى يأتي بهذا من التسلسل، حتى إذا كتب هذا الموضوع التعبيري تصبح في حالة ممنهجة، يقرأ هو بالنهاية الموضوع التعبيري الأدبي فيجد نفسه أمام مقالة أدبية أمام موضوع أدبي له خصوصية فيه حالة من التسلسل فيه حالة من المنهجية الواضحة. يعني هذا ما نطلق عليه في موضوع التعبير المنهج العقلي، وهذا ما يحاسب عليه الطالب. نعم. فهل يعني أن يرتكز لأن هناك معيار يجب أن لا يعني ينسى؟ وهذا هو السؤال الذي أريد أن أطرحه. أستاذ نعيم نفترض الطالب ورد أمامه نص موضوع تعبيري، الفكرة الأولى كانت تختص بالقومي، الفكرة الثانية كانت تختص على سبيل المثال بتشرين أو ربما ب يعني حالة النصر، إذا بدل الطالب وبدأ بالعنصر يعني قدم عنصر على العنصر الآخر، بدأ أنه لا أريد أن أبدأ بالحديث عن فكرة محددة تختص بالزهاوي، سأبدأ موضوعي بعد المقدمة وسأبدل من تلقاء ذاتي أقدم فكرة على فكرة، هذا الأمر ما رأيك أنت ابن الميدان؟ هل تحاسبنا الطلبة يعني ومن خلال هذا الطرح الذي ستطرحه الآن سنوجه نصيحة للأبناء؟ نعم، بداية موضوع التعبير عبارة عن حلقة كاملة متسلسلة الحلقات كل جزء منها مرتبط بالآخر. نعم. فالطالب إذا ما عرف كما قلنا في القراءة التمهيدية بداية فحوى الوحدة بالكامل، أي أننا بدأنا في عهد الاحتلال العثماني وهو فترة تاريخية سابقة للفترات اللاحقة. نعم. ثم تلتها فترة التحرر من المستعمر الفرنسي في قصيدة عرس المجد لعمر أبو ريشة، ثم تلتها فترة الانتصارات لانتصار تشرين للشاعر سليمان العيسى، ثم ننتقل إلى جرح العرب الأكبر والقضية الشاغلة والتي ما زالت إلى الآن شوكة في حلق العرب هي قضية فلسطين. هنا نجد أن هناك ترابطا زمنيا بين التاريخ
وبين المراحل الشعرية المدونة عندنا في الكتاب. الأدب بحد ذاته ابن واقع. نعم، نعود ندخل في صلب موضوع التعبير. الطالب يجب أن يسير وفق تسلسل منطقي كما طلب منه في نص الموضوع، لا يستطيع أن يخرج، لا يبدأ من الآخر يعود إلى الأول أو من الوسط إلى الأول، إنما هو مقيد بنص الموضوع، لأننا في جزء من العلامة، علامة الأسلوب، هو محاسب على هذا، يجب أن يراعي الترتيب في الأفكار الواردة في موضوع التعبير. جميل، وهذا الأمر أيضا نريد أن يعمم أيضا دائما وأبدا في يعني كل الندوات. ربما الطلاب يعرفون هذا الأمر والمدرسون قد نوبهوا لهذا الأمر، لكن دائما وأبدا نظن بأن هناك طالب يقدم يعني فكرة على أخرى، ربما يكون دراسة حرة، فتأتي من الندوات لتوضح مجموعة من الأشياء. وكما قال الأستاذ نعيم، إذا قدم فكرة على فكرة يختل لديه المنهج العقلي ويخسر جزءا من الدرج. وربما أيضا أستاذ بعض الطلاب يعني يحفظون أن الفكرة الخارجية من الأبيات التي تتزامن مع بيت إضافي، ربما بعضهم يحفظ أنني يجب أن أضعها في المقدمة أو أن أضعها في الخاتمة. لا، نحن دائما نوجه أن تسير وفق التسلسل المنطقي. إذا وردت الفكرة الأولى البيت الإضافي نضعها أولى، ثانية كذلك، ثالثة كذلك. إذن ليس هناك من أمر محتمل تكون أولى أو في الوسط أو في الآخر، إنما حسب سياق الموضوع. شروط الموضوع الجيد التسلسل. هو يبدأ بالمقدمة، ثم بعد ذلك يبدأ باستعراض الفكر المطروحة، وبعد ذلك ينتقل إلى الخاتمة. هذا الأمر هو شيء يعني معروف وأصبح بديهيا لدى الطالبة، لكن كنت أنا أصر على فكرة إذا قدم فكرة على أخرى هل هو محاسب؟ قال نعم، السلالم دائما وأبدا تحاسب الطالب. وهنا يأتي يعني فكرة الهالة التي طرحتها، عندما يقرأ نص القراءة التمهيدية فيتكون لديه هذا المفهوم العام، وكيف جاءت يعني القصائد متسلسلة وفق أسس، وفق أيضا منهجية محددة. إذا ما انتقلنا بعد ذلك أستاذ سامر إلى يعني قصائد هذه الوحدة، هل بإمكاننا أن يعني نسلط الضوء على قصيدة الزهاوي بإطارها العريض وبعض التفاصيل الموجودة، ثم بعد ذلك نبدأ بالدخول إلى يعني جزئيات خاصة أحيانا تشكل على الطلب؟ نعم، إذن قصيدة حتام تقفل للشاعر العراقي الكبير جميل صدق الزهاوي. نعم، وهذه القصيدة كما قلنا تنتمي إلى الأدب القومي كما أسلفنا عندما ربطناها بالقراءة التمهيدية. هنا القصيدة تحدثت عن ظلم العثمانيين، فلقد سيطر العثمانيون على الوطن العربي فترة من الزمن وهي 4 قرون، عانى الشعب من خلالها ولات الجهل والظلم والاستعباد والاضطهاد، لذلك ما كان على الشعراء إلا أن يحرضوا الشعب على مقاومة الاستبداد ويفضحوا ظلم العثمانيين. ومنهم كان الشاعر جميل صدق الزهاوي الذي لقب بالشاعر الجريء لمقاومته ومناهضته المستبد العثماني. هذه القصيدة كانت فكرة العامة لها، إذا من خلال المدخل إلى النص تبين بأنها مقاومة الاستبداد وفضح ظلم العثمانيين. القصيدة تألفت من 3 مقاطع، المقطع الأول كان الشعر يسلط الضوء على مقاومة العثمانيين وتنبيه الشعب الغافل، المقطع الثاني كان يسلط الضوء على سياسة العثمانيين الجائرة بحق الشعب العربي، أما المقطع الأخير كان يسلط الضوء على فضح ظلم وممارسات الاحتلال العثماني. فعندما بدأ بالمقطع الأول الشاعر داعيا إلى أنقاذ البلاد، مقاومة الاستبداد والفضح، وأيضا تنبيه الشعب الغافل، بدأ قصيدته منبها الشعب الغافل الجاهل والغافل لأنه لن يتعلم من دروس الماضي، ثم دعاه إلى مقاومة الاستبداد فقد أصاب بلاده ما الظلم، ثم لينتهي بالبيت الثالث في المقطع الأول بالدعوة إلى مناصرة الحق، فهذا الحق قد تصدعت أركانه بسبب ظلم العثماني. أما في المقطع الثاني الشاعر يستنكر سياسة العثمانيين، وأولا ما يستنكر انخداع الشباب بإصلاحات الدولة العثمانية الكاذبة، فعندما يقول ما رابني إلا غرارة سكة تؤمن إصلاحا ولا تتأمل، ثم يسلط الضوء على هذه السياسة بأنها همجية، فهي تقوم تحكم حسب أهوائها وندواتها، فهي تعل الإنسان العاقل وتذل الإنسان الجاهل، وفئة الإصلاح فئة كاذبة فهي كالبرق الخلدي لا إصلاحات عثمانية. أما المقطع الأخير الشاعر يفضح ظلم العثمانيين من خلال امتداد الظلم في كل منطقة، وهذا دليل على جرائمهم،
عندما وصل ظلمهم إلى سوريا هاجر علماء عنها، وعندما وصل ظلمهم إلى العراق بدأ الجهل يسيطر على البلاد، حتى الأحرار قد أسروا والكرام أيضا إذا أذلوا. وفي النهاية يقول إذا سكت الإنسان عن هذا الظلم فهو سيكون حزينا ملاما، وإذا لم يسكت أيضا سيلاقي ظلم العثماني. هذه القصيدة بشكل عام إذا كانت عن مقاومة الاستبداد وفضح ظلم العثمانيين بشكل عام وسياسته. نعم، شكرا لك. الغرض البعيد للقصيدة، نحن نلاحظ بأن الشاعر هو دخل في مجموعة من التفاصيل في حالة الفضح كما ذكر الأستاذ سامر، وأيضا في حالة تسليط الضوء على واقع أبناء الأمة، لكن الغرض البعيد من هذه القصيدة هو غرض تحريضي. نعم. كان الهدف من هذه القصيدة هو أن يدفع بالشعب العربي لمقاومة المستبدين العثمانيين ولمناهضة هذا الظلم السائد في البلاد. أنسى ربع، إذا ما حاولنا أن نضع اليد على بعض يعني الأشياء الموجودة داخل هذه القصيدة، وأيضا ماذا يعني خاصة ب يعني حالة التطبيقات، وأيضا يعني شيء من الفائدة أيضا للطالب بالنسبة لي. نعم نعم. بعدما انطلق الأستاذ سامر من الفهم المعاني، من تحديد الفكر العامة، من تحديد الفكر الجزئية، ينتقل الطالب إلى حالة التطبيق. هو حدد مسبقا أو أثناء الشرح ما هو المذهب لهذا النص، وهو مذهب الاتباعي عليه أن يحفظ أو أن يكون يعي ما هي سمات هذا المذهب، وأن يعرف أن يضع لها أمثلة دقيقة. مثلا الاتباعي من سماته محاكاة القدماء في المعاني، فعليه أن يأتي بمثال تركيب قديم مع ألفاظ قديمة، صور قديمة، عليه أن يستخدم الألفاظ الجزلة أو الألفاظ القوية، جزار ألفاظ أو الألفاظ الموروثة، وكنا نقول هذا أمر آخر. إذن هذه سمات المذهب. ربما إذا انتقلنا إلى تطبيق الأنماط السائدة، سأتوقف قليلا. نعم. يعني أنت قلتي أنه جزالة الألفاظ، متانة التراكيب، وهناك سمة سؤال أيضا من الطلاب. نعم. لدي الآن السؤال موجود. صحيح. على الشاشة يسأل هو الطالب من سمات التراكيب أنه متانة التراكيب. نعم. كيف يدرك الطالب بأن هذا التركيب هو متي؟ نعم. المتانة في التراكيب، يعني نحن نقول إذا كان هناك تقديم وتأخير، يعني لهم أثر للجوري، هنا نوع من المتانة أنه قدم الخبر عن المبتدأ. عندما يصعب على هذا على الطالب، نحن نقول له ابحث عن أي جملة تراها فيها نوع من القوة، فيها نوع من المتانة في التراكيب، يعني نوع من القوة في التعبير. أنا أنبه الطلاب دائما إلى التقديم والتأخير، إذا ما غفل عنهم هذا الأمر يأخذوا أي جملة. كل قصائد كتاب هي حكما متينة التراكيب، يعني كيف أقول لقصيدة كلها من المذهب الاتباعي أنها لا يوجد فيها مثلا بيت أو جملة ليست متينة بالقدر الكافي؟ هناك جمل أكثر متانة كما قلت فيها تقديم والتأخير، لكن بالمطلق هي جمل متينة، فعلى الطالب أن يختار جملة متكاملة، ربما صورة، ربما أسلوب شرط أداة وفعل وجواب، ربما أسلوب توكيد. إذن أي أسلوب كامل المعنى وكامل القاعدة هو أسلوب متين، ولكن الأفضلية للتقديم والتأخير. نعم، هذا جزء طبعا مما تلفظت به بالنسبة لمتانة التركيب. نحن ندرك بأن التركيب المتين نعم كان إحدى السمات التي تختص بالمذهب الاتباعي، لكن هناك مجموعة من التركيب، يعني أيضا الطالب يدرك التراكيب التي تحمل حالة القطع والفصل، وخاصة التي ظهرت في عصور لاحقة، عندما يأتي المبتدأ على سبيل المثال في بيت، ثم يأتي الخبر في البيت. نعم. الذي يليه بثلاثة أبيات. فهنا ماذا؟ التركيب يضيع. أما التركيب المتين عندما يكون في حالة تماسك وحالة تقارب ما بين المسند والمسند إليه، أيضا ماذا بين الربط بين يعني تركيب وتركيب آخر أيضا متجانس. يعني الطالب عندما يسأل متانة التركيب، نحن نعلم أبدا التركيب المتينة حتى المثال لا نكتفي بتركيب واحد، يجب عليه أن يقدم أكثر من تركيب لتظهر فكرة متانة التركيب. أما إذا نعم نعم نعم، ربما لو وضحنا للطالب بمثال تقريبي يكون أوضح. مثلا قصيدة حتى ما تغفل لجميل صدق الزهاوي، أما علمتك الحال ما كنت تجهل. نلاحظ هنا التركيب في الشطر الثاني، علمتك الحال ما كنت تجهل. أنا لا أستطيع أن أحذف أي لفظ أي كلمة من هذا التركيب، لأن حذف أي كلمة
يسبب خللا في المعنى. نلاحظ مثلا في قصيدة لوعة الفراق لبدر الدين الحامل: رعى الله ما كنا عليه فإنه من الخلد والفردوس أنعم بر. هنا نلاحظ الخلد والفردوس كلمتان مترادفتان في المعنى، فلو حذفنا واحدا منهما لم يتأثرنا. إذا هنا التركيب، متانة التركيب أي أنها تأتي بقوام واحد، أي حذف منها يسبب خللا في التركيب وخللا في المعنى. نعم. الآن إذا ما انتقلنا إلى أيضا حالة ثانية في هذه تطبيق القصيدة بالتطبيقات، هناك بعض التطبيقات تختص بالأمور الصرفية، هناك بعض التطبيقات تختص حتى بالجانب البلاغي، وهناك بعض التطبيقات أريد أن أسلط الضوء. يأتي للطالب مجموعة من الأسئلة ضمن الخيار من متعدد. نحن نعلم بأن الطالب عندما يقوم بحل أسئلة الخيار المتعدد ينتهي من هذا الأمر، فإذ به أمام يعني أسئلة خاصة للقصيدة قبل أسئلة التذوق عن سليم. هناك سؤالان للأبيات التي من داخل الكتاب، وهذه الأبيات يعني الطالب قد درسها، الطالب قد فهم تفاصيلها، الطالب قد يعني بمساعدة مدرسه أيضا عرف مجموعة من المعاني إلى ما هنالك. تطرح الأسئلة في البيت الثاني مثلا، في البيت الثالث، في البيت الرابع، يعني دليلات، مؤشرات، هات مظهرين إلى ما هنالك، هناك سبب ونتيجة إلى آخره. هنا أيضا أريد من يعني حضراتكم، هل الطالب مطالب يعني أن يجيب بشكل جزئي عندما يحدد له البيت؟ كيف سيتعامل مع هذا السؤال؟ نعم أستاذ سامي. أولا سؤال يسمى سؤال فهم والاستيعاب. أولا نعم. الجواب يجب أن يكون من البيت المحدد. نعم. ويعرف كما قلت البيت، ويعرف بأن البيت مؤلف من عدة معنى أو معنيين أو ثلاث معاني. نعم. يجب عليه أن يجاوب من هذا البيت. لنفرض بأن السؤال كان على البيت الثاني. نعم. إلى ما دعا الشاعر في البيت الثاني من قصيدة حتى ما تغفلوا ولما؟ نعم. يقوم الطالب إذن بماذا؟ فقط بالإجابة من البيت الثاني، فيفصل السؤال، يعني عليه أن يقول دعا الطالب إلى، والسبب يقول دعا الطالب إلى إغاثة البلاد. نعم. ثم لما؟ بسبب المصائب التي دمرت البلاد على عجل، يعني ألا يخاف الطالب. دائما أحيانا عندما يجاوب الطالب يخرج خارج البيت وهو مطالب بالبيت المحدد، فعليه أن يلتزم بذلك على أن يكون المعنى من داخل البيت، ويتذكر بأنه يجب أن يتم بكافة معاني البيت. إذن مثلا أنا أردت أن أقول مثلا أحيانا يأتي سؤال عبر الشاعر عن حبه للوطن في البيت الثاني، وضح ذلك. نعم. هذا السؤال كثير من الطلاب يخافونه، وضح ذلك. وضح ذلك يعني ماذا؟ أعطي مفاهيم البيت كلها، ويقول عبر الشاعر عن حب الوطن في هذا البيت الثاني عندما دعا إلى إغاثة البلاد التي نشأ بها، فالمصائب قد دمرتها على عجل. فالجواب داخل البيت، على الطالب ألا يخاف. أحيانا كثير من الطلاب يأتون يسألون كيف سأستطيع أن أجاوب على سؤال الفهم والاستيعاب، يعتقدون بأن الجواب يكون من خارج البيت أو من فهم العام. البيت موجه، السؤال موجه إلى بيت محدد، فالجواب يكون من داخل البيت. هذا الكلام سليم ربما يطمئن الطلبة. دائما وأبدا الأسئلة التي تختص بالأبيات التي تلي الاختيار من متعدد، السلام دائما وأبدا تتقيد بحيثيات هذا البيت. البيت يقدم معنى، يقدم معنيين، يقدم ثلاثة معان، فإذا الأسئلة ستكون يعني مخصصة لهذه المعاني. فعندما يقسم السؤال إلى جزئيتين، أو إلى عندما يقسم إلى ربما لا يكون هناك جزئية كما قال الأستاذ سامر، أنه طرح جزئية واحدة ثم قال وضح، على الطالب أن يقوم بشرح هذا البيت. وأن ينتبه الطالب أحيانا بالسؤال هناك حرف عطف، فمثلا في البيت الثاني من قصيدة عرس المجد: لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. قالوا له اعتز الشاعر بأرض الوطن وأبناء الوطن، هذا دليل على كل منهما. نعم. هنا على الطالب أن ينتبه بأنه ماذا قال دليل على كل منهما، يعني فكرته هناك دليل. نعم. فيجب أن يقول اعتز الشاعر بأرض الوطن عندما قال بأن أرض الوطن قد عطرت بدماء الشهداء، واعتز الشاعر بأبناء الوطن عندما قال بأنهم أحرار أباد قدموا التضحيات وعطروا أرض الوطن. يعني رجعنا بأن دائما الجواب داخل البيت، محصور بين يعني أن يقرأ السؤال ويفهمه جيدا، أن يقرأ السؤال ويفهمه جيدا حتى يستطيع الإجابة بشكل دقيق.
وكثيرا ما نسأل أستاذ هل نكتب الشرح فقط أو هل نكتب المعنى الذي فهمناه من هذا السؤال أم أننا نكتب مثال؟ يعني هل يجوز أو هل يمكن أن يحل المثال إذا أخذنا جملة فقط من البيت كما هي؟ عندما قال دعاهم إلى إغاثة البلاد، هذا صحيح. ممكن أن أقول قال أغث بلدا. أنا أقول للطلاب دائما عليكم أن يعني تجاوزوا بينهما، تزاوجوا بينهما، فنحن نكتب الإجابة من فهمنا العام للبيت ثم نأتي بمثال بين قوسين إذا أختلفوا بالمعنى ربما تناول جزء من الدرجة على المثال. يعني هذا نعم الطلاب البعض يعني يخبرون بأنهم عليكم فقط أن تكتبوا العبارة كما هي وهذا كافي لكي لا تقعوا في خطأ الشرح الحاضر. نعم. لكن هذا لا يجوز أن نكتب البيت كما هو مقسمه. إذا كان السؤال يعني يوجه باتجاه وضح فلا مجال للتوضيح إلا من خلال تقديم الشرح والمعاني الموجودة في البيت. إذا عندما يقول السؤال بين أيضا هذا الأمر واضح. عندما يقولون هاد دليلين هاد دليلا من البيت، إذا كلمة الدليل، إذا بإمكان الطالب أن يأخذ الدليل العبارة الموجودة التركيب الجملة الموجودة داخل البيت ثم يقوم بتوضيحها. يعني حتى فكرة الدليل لا يكتفي فقط هو بانتزاع الكلمات الموجودة في البيت ثم يقول جلبت لكم الدليل. عندما نقول هل دليلا على ذلك، إذا الدليل يقصد به انتزع ربما العبارة وقدم الشرح، وبإمكانك أن تقدم الشرح من دون انتزاع العبارة، هذا يعد بحد ذاته هو أيضا نعم هذا الدليل. أما بالنسبة للطالب الذي دائما وأبدا يعني ينتزع، عندما أقول إلى ما دعا، يعني إذا قال دعا أبناء الوطن إلى الانتباه للأمر وإلى متى سيظلون غافلين، هنا يعني حاول أن يغير بسياقات بعض الأشياء. أما عندما أقول إلى ما دعا انتبه للأمر حتى ما تغفل، انتزعها كما هي. دائما نقول إذا انتزع العبارة كما هي مما يعني وردت في البيت يخسر من جزئيات الدرجة. فدائما على الطالب أن يقدم الشرح وأن يتوسع قليلا في يعني وضع اليد على المفاهيم والمعاني الموجودة داخل هذا البيت. هذا بالنسبة للأسئلة التي تختص ب يعني الفهم والاستيعاب. تأتي حالة جديدة من الأسئلة ومهارة جديدة من الأسئلة وهي مهارة الموازنة. الآن سأعود إليك أستاذ نعيم. نحن نعلم أن الموازنة مهارة يعني عالية. عندما نقول للطالب قارن وازن بين هذا البيت وهذا البيت، قدم للطالب إذا سمحت مجموعة من النصائح مع مثال يعني من حضرتك، إما من طيات الكتاب أو نختار أي بيتا لنقدم الموازنة ونقول للطالب كيف يتعامل مع سؤال الموازنة. نعم. بداية بالنسبة للموازنة، علينا أن نعلم أن الموازنة لا يكون هناك موازنة بين بيتين إلا إذا كانا يحملان صفة متشابهة أو صفة مشتركة، إذ لا يعقل أن أوازن بين بيتين لا شيء مشترك بينهم. فإذا هناك سمة مشتركة بين البيتين، هذه نقطة واحدة، وعلى الأغلب تكون نقطة واحدة في نقاط التشابه وقد تتفرع عنها ربما نقاط أخرى. أما النقاط الخلافية ربما يعني يتشابه البيت مع البيت الآخر بنقطة ربما أكثر نحن، لكن الغالب الأعم نقطة التشابه تكون واحدة وتمحور عنها بعض الأحيان. أما النقاط الاختلاف فتكون متعددة، ربما تكون في الأساليب، ربما تكون في المعاني، ربما تكون في الأفكار. فنحن إذا بدأنا مثلا بالموازنة فورا نبحث عن الشيء المشترك بين هذا البيت الذي أعطيناه وبين البيت الذي ضمن من القصيدة لنحمل فكرة التشابه بين هذين البيتين. مثلا على سبيل المثال نأخذ بيتا في البيت السابع مثلا، وما فئة الإصلاح إلا كبارق يغرك بالقطر الذي ليس يهطل. يقول أيضا في مما ورد مع الطالب في المناهج السابقة، ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر. جميل. هنا فورا يتبادر إلى ذهن الطالب البرق، هنا برق وهنا برق، كلاهما يدلل على أن البرق خلبي كاذب في البيتين. إذا هناك سمة مشتركة بين هذا البيت وهذا البيت، يعني كلاهما يؤكد نعم. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تنطلق، يدلل على سمة الكذب
في البيت عند جميل بثينة وعند جميل صدق الزياوي، هذه نقطة التشابه. نتفرع منها إلى نقاط الاختلاف، نجد أن جميل صدق الزياوي يقصد به المحتل العثماني، حكومة الاحتلال العثماني. أما جميل بثينة فيتطرق، وكلاهما جميل يتطرق في بيته إلى الوعود الكاذبة التي كانت تطلقها محبوبته بثينة، تعيده بأنها ستراه لكنها لا تفي بوعدها. هذا نقطة اختلاف بين هذا البيت وذاك البيت. لكن دائما الطالب أحيانا ربما تشغله هالة الموازنة، يعني يضطرب عندما يقف أمام بيتين. نحن نعلم بأن السلالم دائما وأبدا يعني تطرح فكرة فيها شيء من الـ يعني الحرية، أنه تنتقى الإجابة أينما وردت، وهي لا تأتي بالسلالم إلا في هذا السؤال، يعني على فكرة أنه تنتقى الإجابة أينما وردت. فنحن دائما نقول لأبنائنا الطلبة اذكر الاحتمالات التي تراها مناسبة. ربما يعني يصيب الطالب بجانب وأيضا يخفق بجانب آخر، لكن عليه دائما وأبدا أن يكتب كل ما يخطر في هواجسه في أثناء المقاومة. أستاذ سامر عم شوفك يعني عبد الحبيب الداخل. نعم جميل جدا سؤال الموازنة، وهو من أجمل الأسئلة التي يعني يتقن المدرس بأن الطالب قد كان يفهم بشكل جيد. نعم. فأولا بالنسبة للاتفاق على الطالب أن يسأل نفسه دائما، هناك بيت يعرفه من القصيدة وهناك بيت خارجي، ينظر إلى البيت المعروف ويسأل نفسه الأسئلة الآتية: ما القضية العامة التي تحدث عنها هذا البيت؟ هل تحدث فيها عن الظلم؟ عن الوطن؟ عن الشهادة؟ عن الغربة؟ عن الآلام؟ عن حب الوطن؟ وهي معروفة مباشرة ينتبه إليها الطالب. ثم ينظر ما هي الكلمة المحورية في هذا البيت، الكلمة المفتاحية، ينظر هل هناك وصف؟ هل هناك عدد؟ ما هو الضمير المستخدم في هذا البيت؟ ينتبه لهذه الأمور، ثم ينظر إلى البيت الخارجي، يلاحظ ما المقارن، يجد بأن القضية ربما تكون مشتركة. وأقول للطالب دائما كل اتفاق هو اختلاف، فإذا اتفقوا مثلا كلاهما بحب الوطن، كلا الشاعرين نجد بأن الوطن عنده تحدث عنه بشيء معين، يكون قد وصفه أو ربما أعطى مرادفا له أو ربما ضمير. فمثلا عندما قال الشاعر عدنان مردنبك في قصيدته الوطن: ما كان بدعا والحما شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبود، نرى بأن هذا البيت فيه عدة معاني: أولا الوطن، حب الوطن، الدفاع عن الوطن، وقد وصف الوطن بأنه شرف وتحدث عن الدفاع عن الوطن بصونه بالقلب والعين. عندما وجدنا البيت الخارجي لمعروف الرصافي عندما يقول: وطن المرء عرضه وهواه وعلى العرض كل حر يغار، نجد بأن أيضا هذا البيت تحدث عن الوطن، كان هناك موقف للوطن وهو حب الوطن والدفاع عن الوطن، كان هناك وصف أيضا. لماذا؟ لأن الشاعر هنا وصف الوطن بأنه عرض، وقال بأن الوطن يتم صونه بماذا؟ بالغير عليه، الدفاع عنه. وأيضا الضمير، هنا لا يوجد ضمير مستخدم، لكن هنا تحدث عن الفتى وهنا تحدث عن المرء. انظر كيف أصبحت المفاهيم كثيرة يستطيع الطالب أن يستخرج منها. كلاهما يتحدثان عن الوطن، كلاهما يعبران عن حب الوطن، كلاهما يؤكدان على حماية الوطن، كلاهما يعتبران الوطن كرامة. والآن الاختلاف يكون نفس الاتفاق، نقول الوطن عند الشاعر عدنان مردنبيك هو شرف، الوطن عند الشاعر معروف الرصافي كان هو عرض وهوى، الوطن حمايته بصونه عند الشاعر عدنان مردنبيك، بينما الوطن عند الشاعر معروف الرصافي هو من خلال الغير عليه، الوطن كرامة للفتى عند الشاعر عدنان مردنبيك، أما الوطن عند الشاعر معروف الرصافي هو كرامة لمن؟ للمرأة. هذا أكثر من خلاف. يعني نعم أكثر من خلاف. يعني الفكرة يغوص الطالب بمعاني كثيرة. الفكرة التي طرحتها أستاذ سامر، نحن نعلم بأن الناقد الكبير يوسف يوسف يعني أكد في أكثر من موضع وخاصة في حالة يعني المقارنات التي كان يطرحها بأن الاختلافات تنطلق من المشابهة. يعني عندما نقول للطالب كلاهما يتحدث مثلا عن الجهل، كلاهما يتحدث عن يعني الوطن أو قيمة الوطن إلى آخره، كلاهما يتحدث عن الدفاع، كلاهما، لذن هذه النقطة المشتركة هي النقاط الاختلاف تلامس يعني الانطلاق، لا بد أن يعني يكون قريبا من هذا الأمر.
لكن هذا الأمر لا يمكن أيضا أن يعمم كليا، لأنه هناك أيضا بعض الاختلافات تنزل في سلالم التصحيح لا تنطلق من أكثر مرونة. يعني كلامك منطقي، وأيضا يعني أنت تتكلم استحضرتني مجموعة من الموازنات التي كنا يعني نقرأها بين صفحات النقاد ولم يخطر في بالي إلا يوسف يوسف. لكن عمليا بالنسبة للسلالم دائما وأبدا إذا انطلق الطالب بالاختلاف من المشابهة، كلاهما يتحدث عن الجهل، نعم الجهل هنا كذا كذا كذا، الجهل هنا انطلق من التشابه، إن لم ينطلق من التشابه وقال هنا كذا وهنا كذا أيضا السلالم هذا الأمر تراعي. نعم تراعي. شكرا لك أيضا يعني أغنيت الموازنة. أعتذر أنا دائما الكرسي أستاذ نعيم. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى سؤال القيمة، هذا السؤال الذي قلت درجته، كان يعني 10 درجات أصبح الآن 5 درجات، ونحن نعلم بأن سؤال القيمة كل شيء ظهر فيه شيء من التعديل على التوصيف، لأن المهارة مكررة فقط. يعني عندما قلنا للطالب التغى الميل، لأن مهارة الميل بحد ذاتها هي موظفة في الأسئلة المتبقية، يقول كان قديما نعم كان يقول قديما أميل لهذا البيت، فهنا قد استعمل كذا وهنا قد استعمل كذا، وهذه الاستعمالات هناك سؤال آخر عندما يقول خبر وإنشاء، كان هنا استعمل مثلا المحسنات وهناك سؤال عن المحسنات، يقول يعني كان كنا نجد الإجابة مكررة. فبالنسبة لسؤال القيمة، نحن نعلم هذه المنظومة الأخلاقية ولديها كثير من المراجع، ومعظم المراجع التي بدأنا يعني يعني وضع اليد عليها كانت مترجمة، وأيضا هناك يعني شيء شبه ميسر لدى الطلبة بما يختص بسؤال القيمة. أنسرين سؤال القيمة، نحن دائما وأبدا الطالب يجد نفسه أمام طالب، أمام بيت، أذكر القيمة التي يتضمنها البيت رقم كذا. عليه أولا تمثل معاني هذه البيت. القيمة ما هو ما هي إلا سلوك ربما إيجابي أو ربما سلبي أراد الشاعر أن يدفعنا إلى الإيجابي منه وينفرنا من السلبي منه. إنها سلوك، إنها مشاعر، ربما تختلط سؤال القيمة مع الشعور، إنها مجموعة من القيم التي على الطالب أن يعجب بها فيتبناها أو ربما يكرهها فيبتعد عنها. أقرأ البيت مثلا لو أرد أن أخذ سؤال، وما رابني إلا غرارة فتاة تؤمل إصلاحا ولا تتأمل. ما هي القيمة المستفادة؟ ما معنى البيت؟ أن الشاعر قلق من هؤلاء الشبان الذين تهاونوا، الذين خدعوا، كانوا جاهلين، لم يفعلوا معنى لديهم الغفلة. نعم. إذن أنا ما هو الشعور الذي تملكني؟ هو شعور ربما الغضب من هؤلاء، ربما اللوم هؤلاء، ربما شعور الحزن على هؤلاء. نعم. فأنا هنا أقول هذا الشعور العاطفي، إذا أردت أن أوظفه كقيمة فأقول رفض هذه الغفلة، أنا لأنني حزنت على هؤلاء فأنا تملكني شعور أنني رافض لهذا الأمر فأقول رفض الغفلة. إذا ما قلت يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول شهوبي، أنا تملكني تقدير، ماذا؟ تقدير النصر، تقدير الاعتزاز به، فأنا أميل إلى نعم أميل إلى الاستقلال، تقدير الاستقلال والتباهي بالنصر. البيت الذي يري لن تري حفلة الرمي لن تعطر، تقدير الشهادة. إذا الشاعر هنا أراد أن ينبه إلى قيم إيجابية أراد من الطالب أن يتمثلها، إلى سلوك على الطالب أن يفعله وهو تبني الشهادة. فنحن هنا نقول تقدير، تمجيد هذه القيمة وهي الشهادة. وإذا ما أخذنا البيت الأول ألا فانتبه للأمر، فهو رفض هذا الشيء السلبي الذي يقدمه هذا البيت، فهو رفض جهل الشعوب أو رفض الغفلة والتخاذل أمام الاستبداد العثماني. لكن يخشى أنسى ريم أن يعني يحصر الطالب الإجابة بين كلمتي رفض وتقدير. ونحن نعلم بأن سؤال القيمة هو أعم من ذلك. يعني صحيح. هذه المنظومة الأخلاقية التي دائما وأبدا يسعى الشعراء والأدباء إلى غرسها في مضامين أبياتهم، أحيانا نقول هناك قيمة الصدق، هناك قيمة الوفاء، هناك قيمة التضحية، هناك قيمة يعني حب الوطن، هناك قيمة الدفاع عن الوطن. يعني ربما تكون القيمة غير مسبوقة بكلمة تقدير، وخاصة إذا كانت يعني بحد ذاتها القيمة تترجم نفسها إلى سلوك، وإذا لم تكن يعني هي مترجمة بسلوك يعني تصبح كلمة التقدير يعني صحيحة. عندما نقول البيت يتكلم عن العلم، أنت تقولين تقدير العلم صحيح. إذا كان البيت يتكلم عن التعلم فأصبح التعلم أيضا قيمة. وأحيانا في كثير من الأبيات نجد أكثر من قيمة
بين دفتي هذا يعني البيت. يعني نطرح أي بيت، لا أحيانا تقولين أنه هذا البيت يتكلم عن كذا. إذا دائما وأبدا الطالب يسأل ما المفهوم المصطلح الذي يتحدث عنه البيت، ثم يبدأ بعد ذلك بتلمس سؤال القيمة. السؤال عليه 5 درجات، وهو أيضا من الأسئلة البسيطة، وربما لا يأتي سؤال القيمة، السؤال نفسه القيمة يوجه كما قلنا في التوصيف، ما الغرض، ما الهدف من البيت، ما الغرض أو ما الهدف من البيت. نعم، سؤال بديل. الآن سننتقل أستاذ نعيم إلى بعض يعني التفاصيل التي تختص بالقصيدة الثانية، وهي نخرج من يعني فكرة الاحتلال العثماني وندخل إلى قصيدة جديدة، ونبدأ بعد ذلك بملاقحة التطبيقات ما بين القصيدة الأولى والقصيدة الثانية بالنسبة للخبر والإنشاء والصور، لتكون الأمثلة أصبحت أكثر انبساطا أمامنا. نعم نعم. القصيدة الثانية في أدب القضايا الوطنية والقومية هي قصيدة عرس المجد للشاعر الكبير عمر أبو ريشة. هذه القصيدة التي ما أتت إلا بعد أن قدم السوريون دماءهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن، بعد 26 عاما من النضال الدامي الذي لم يهدأ فيه السوريون ليلا ولا نهارا لمجابهة ذلك المستعمر الفرنسي الغاشم، والذين حققوا ما أراده منهم بطل سوريا الأول يوسف العظمة، الذي حين توجه إلى ميسلون قال: سأتوجه رغم أنني أعلم أن المعركة خاسرة، لكن لكي لا يقال أن دمشق دخلها الغزاة دون مقاومة، هذا عار على الشام وأهلها. هنا الشاعر عمر أبو ريشة يفتتح القصيدة قائلا: يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب، نداء أتبعه بأسلوب أمر، هذا كله يوحي بالعزة والكبرياء، ولا شموخ ولا عزة ولا كبرياء، يضاهي يوما كيوم الجلاء. ثم بعد ذلك التعريف الجميل بيوم الجلاء مخاطبا فيه الحرية، ينتقل ليظهر لنا ما الثمن المدفوع من أجل تحرير هذه الأرض، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. وهنا نعرج على ذكر الصفات المشبهة باسم الفاعل، هذا توظيف من شاعرنا عمر أبو ريشة، الحر والأبي صفات مشبهة باسم الفاعل لتدل على رسوخ صفة الحرية والإباء عند أبنائنا، عند أبناء الوطن السوري. ثم بعد ذلك ينتقل يقول: درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي. القصيدة من المذهب الإبداعي، ربما كل تفصيل من تفاصيلها ينضح بصورة بيانية. وهنا تشبيه درج البغي شبهه بالطفل، والطفل حين يسير لا يستطيع أن يتمالك نفسه، ربما يقدم خطوة يؤخر خطوة وفي أقل حركة سيقع. هذا حال المستعمر على أرض بلادنا، ما استطاع أن يثبت أركانه رغم أنه بقي، لكن هذا البقاء ما كان دائما. ثم بعد ذلك يقول، ينهي المقطع الأول بحكمة تصلح لكل زمان ومكان: لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. هنا نفى أن الحق وإن طمس اسمع، لكنه في النهاية سوف ينتصر. ثم عرج في المقطع الثاني عن بطولات أبناء العرب منذ أول التاريخ وحتى أيامنا هذه، ابتدأها من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، هذا الشطر الثاني تهادى موكبا في موكبي، يخيل إلينا أن أفواجا من المقاومة ما زالت مستمرة منذ فجر التاريخ وحتى فترة تحرير سوريا من المستعمر الفرنسي. أما في المقطع الأخير يعود للتزكية وللإشادة بتضحيات أبناء الوطن السوري، فيقول: قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. ما هو هذا المهر؟ العروس غالية فتستحق أن يكون المهر غاليا، هو دماء السوريين. وأجمل ما في القصيدة ختامها، كما يقولون ختامها مسك، هذه تربتنا، لم يخبرنا أن هذه تربتنا، بل قال: لن تزدهي بسوانا من حماة ندب. إذ أن الوطن إن لم يدافع عنه أبناؤه، فمن هذا الذي سيأتي ليحرر ترابه ويجعله حرا مصونا عاليا شامخا. إذن الجذع الأساسي الذي تنطلق منه القصيدة
فكرة الانتصار والحرية، وبدأت تتشعب المعاني وأيضا تتفرع الحالة الانفعالية لدى الشاعر، لكنها كلها يعني تدور ضمن يعني فلك الفرحة وأيضا الاعتزاز أيضا. سنكمل طبعا هذا الحوار بعد أن نأخذ استراحة يعني قصيرة، ونعود أيضا كما اتفقنا أن يعني نحاول أن نوضح بعض التفاصيل التطبيقية ونأخذ الأمثلة من القصيدة الأولى والقصيدة الثانية. شكرا يعني لحضراتكم. نعم.